السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه. مرحبا والف مرحبا. مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، الف مرحبا بكم. مرحبا بالناس القدام دار داركم. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الوصفه رائعه مذهله، النتائج ديالها غادي تبهركم ان شاء الله. ولكن كيف كنقول لكم دائما، الوصفه الطبيعيه خاص المداومه. المداومه هو كيبان لك من الاستعمال الاول كيبان لك الفرق، ولكن المداومه باش كيبانوا لك نتائج رائعه. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، جوج مكونات فقط اللي عندي هنايا. كنا كنعرفوا نيفيا، اي نيفيا عندكم لي في التوب او لا زرقاء او لا هذه، مهم نيفيا كيف ما كانت. عندي واحد المكون اخر اللي هو موجود في كل منزل، والنتائج ديالو كيف ما كنعرفوا على البشره رائعه، اللي هو النشا. كنعرفوا بان النشا كيبيض البشره وكيعالج الطفح الجلدي والتخلص من حروق الشمس وتهيج البشره. عنده بزاف ديال الاستعمالات، كتقليل نحب الشباب والبثور ديال البشره، حيت النشا كيحتوي على الزنك ضروري لمحاربة حب الشباب وتعزيز صحة البشرة وترطيبها، وذلك كيعود الفضل ديال الفيتامينات اللي فيه، فيتامين B1 وB2، وكيحسن بنية ديال البشرة وتخفيف من التجاعيد. وذلك الاحتواء النشا على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة. وعنده فوائد كثيره وكثيره وكثيره وكثيره. ان شاء الله كل مره نبقى ندير لكم شي وصفه فيها النشا، غادي نبقى نعطيكم شويه الفوائد ديالو. ها هو النشا، نشا الذره. وبالنسبه المكون الثالث اللي بغى يديرو اللي ما عندوش يمكن ليه يستغنى عليه، اللي هو البرتقال. كيف ما كنعرفوا البرتقال فيه فيتامين سي، فيتامين سي راه حنا كنعرفوا بانها رائعه للبشره، كيعالج حب الشباب وكيبيض البشره، وكيمكننا كنستعملوه حتى مقشر للبشره، كيكافح الشيخوخه، ازاله البثور حتى هو النيت، وترطيب البشره. كيف قلت لكم كل مره غادي نبقى نعطيكم فوائد على المواد اللي كنستعمل لكم، المواد الطبيعيه اللي عنده البرتقال يستعملوا، اللي ما عندوش ما يستعملوش. نبداو على بركه الله. غادي نعصر هذا البرتقاله. غادي نحتاجو غير النيفيا والميزينا والبرتقال. البرتقال ماشي بزاف، راه غير 3 ديال المعالق صغيورين. تبغي هذا النصيص راه كافيني ومعدي. غادي ناخذ ملعقه كبيره ديال النشا، غنديرها في هاد الزليفه اللي غادي نخلط فيها. ها هي دي، ها نتوما كيف كتشوفوا ملعقه كبيره ممسوحه من النشا. وملعقه صغيره ديال النيفيا. كيف قلت لكم اي نوع ديال النيفيا عندكم، ملعقه صغيره. ثلاثة ديال المعالق صغيرة ديال عصير البرتقال، واحد اثنين ثلاثة. هذا هو الماسك ديالنا، غادي نخلطو، غادي نحاولو نخلطو غير بشوية حتى ينسجمو لينا العناصر مزيان.
واللي بغى يزيد عليهم واحد مكون رائع للبشرة وموجود في كل منزل اللي هو الجزر. كتحكو الجزر كتاخدو ليه الماء ديالو غير واحد الملعقة صغيرة او لجوج معالق صغيرة، وكديرو غير جوج معالق صغيرة ديال عصير البرتقال مع ملعقة صغيرة ديال نيفيا وملعقة كبيرة ديال نشا الذرة. الجزر عنده فوائد كثيرة وكثيرة على البشرة كيف ما كنعرفو كاملين. انا اكتفيت بهاد المكونات حتى هما كيعطيو نتائج رائعة، واللي ما عندوش البرتقال يمكن ليه يستعمل غير النشا مع الكريم ديال نيفيا. بالنسبة لهاد الوصفة اللي استعمل النشا مع الكريم ديال نيفيا يمكن ليه يستعمل الوصفة يوميا، ورد ليا الخبر النتائج اللي غادي يلقى رائعة رائعة بزاف. وبالنسبة للأخوات اللي غادي يستعملوا عصير البرتقال مع النيفيا والنشا حتى هما غادي يلقاو نتائج رائعة، ويمكن لهم يستعملوا غير جوج مرات ولا ثلاثة في الأسبوع وغادي يلقاو نتائج زوينة. كيف قلت لكم دائما وغادي نعاود لكم بأنه دائما الوصفات الطبيعية المداومة، المداومة كتعطي نتيجة رائعة. أما الواحد اللي كيستعملوا نهار وجوج وثلاثة المرات ويقول لا ما عطانيش مفعول، لا، دائما المفعول كيبان من الاستعمال الأول، ولكن دائما وضروري من المداومة. ما كاين حتى شي حاجة ما كتعطي النتيجة في المرة الأولى، دائما خاص المداومة. مع المداومة داوموا على هذه الوصفة وإن شاء الله البشرة ديالكم غتولي رائعة ونضرة، واللي عنده التجاعيد المبكرة راه ما غاديش يبقى وغادي يتخلص من التجاعيد المبكرة، آثار البثور، اللي عنده حبيبات في وجهه غادي يتحيدوا إن شاء الله. وشو آخر غادي نقول لكم؟ ما عرفتش شنو كنت غادي نقول لكم ونسيت، ولكن الوصفة راه رائعة بزاف. واللي عنده ليطاش في وجهه راه كيتحيدو، اللي عنده الكلف حتى هو راه كيحد منه شوية، ما كيبقاش يبين بزاف. وإن شاء الله دابا ندير لكم وصفات أخرين أخرين أخرين، كل شيء طبيعي والنتائج ديالهم مجربة. أنا شخصيا كنستعمل هاد الوصفات، ما كندير حتى شي حاجة من المحلات ولا كناخد شي حاجة، هذا دائما كندير وصفات طبيعية في الدار. غادي ترجع البشرة ديالكم زوينة بزاف، غادي تبقى تعجبكم، غادي تبقاو تستعملوا المكياج بكثرة وغادي تستغناو عليه. بالنسبة للطريقة ديال الاستعمال ها هي كيف شفتوها نتوما، راه ولا كريم هانتوما، نتمنى يكون واضح في الصورة. غادي ديروه على البشرة بحال هكذا، نتمنى يكون واضح هكذا، وغادي تخليوه المدة بين 15 دقيقة حتى 30 دقيقة حتى كينشف تماما تماما، خصو ينشف. ومن بعد كتغسلوه غير بماء فاتر، ما كديروش صابون او لا شي حاجه. نسيت ما قلتش لكم من الاحسن توضعوه على بشره نقيه، تكونوا دايرين قماج من قبل، قماج عادي بعصير الليمون وسكر سنيده اولا اللي كان اولا الفازلين مع سنيده السكر اللي هو السكر الحبيبات، وعاد تستعملوا هذا الماسك وتخليوه كيف قلت لكم بين 15 و 30 دقيقه حتى ينشف تماما. وغادي تغسلوه بماء فاتر وان شاء الله غادي تقولوا لي على النتيجه اللي لقيتيو. انا متاكده غادي تعجبكم وغادي ترجعوا للقناه ديالي ان شاء الله يا ربي، وغادي تقولوا لي بانه راه هذه الوصفه عجبتكم بزاف. لأول مرة كيزور القناة ما ينساش الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناة. ما تنسوش لي عفاكم اللايك، دعموني باللايك، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله مع وصفات أخرى. بالنسبة للأخوات اللي بغاو شي وصفات عندهم شي مشاكل في البشرة ديالهم أو لا شي حاجة، يمكن ليهم يخليو لي المشكل في التعليق وإن شاء الله نقدم ليهم الوصفة اللي غادي تناسبهم. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.